أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهنيئا لكم بمرور عيد الأضحى المبارك، وهنيئا لحجاج بيت الله قدومهم ذلك المكان الطاهر في تلك العرصات الطيبة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. واليوم بتوفيق الله نواصل الدروس المتعلقة بنشرة المذهب الإباضي، وقد انتهينا من الحديث عن فترة الإمام جابر بن زيد رحمه الله، وقد استغرق منا ذلك بعض التفصيل. ولعلنا اليوم ننتقل إلى جزء آخر من فترة تاريخ الإباضية، وذلك في الفترة التي تزعمها الإمام أبو عبيدة رضي الله عنه الإمام الثاني في سلسلة أئمة الإباضية الذين نشأ الفكر والإباضي على أيديهم من خلال وجود منظمة إباضية تستطيع أن تلم بشتى كل المنتسبين إلى هذه الدعوة في الفترات التي كانوا يعيشونها. وقبل أن ننتقل إلى حياة الإمام أبي عبيدة، يحسن بنا أن نذكر سائر الشخصيات أو بعض من الشخصيات التي كان لها وجود في التاريخ الإباضي قبل أبي عبيدة، ثم ننتقل إلى الفترة التي تزعمها الإمام أبو عبيدة. من الشخصيات المهمة في حياة الإمام جابر صحاب ابن العباس العبدي، وقد عده كل من الدرديني والشماخي نقلا عن أبي سفيان محمود بن الرحيق من أئمة الإباضية. وصحاب ابن العباس تعده كتب الصحابة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال في اسم أبي العباس أو عياش أو عاص أو صخر، ولكن الأكثر على أنه العباس. والأمر الذي يستدعي نظرا وتأملا أن هذا الرجل مع كونه وعد من أئمة الإباضية، إلا أنه قيل عنه كما في وسط الغابة وغيرها من كتب الصحابة إنه كان عثمانيا، وكان ممن طلب بدم عثمان، هكذا يذكر عنه. وهذا يدعو إلى التحقق من كونه من أئمة الإباضية، أو في المقابل إن ثبت أنه من الإباضية يدعو إلى التحقق من كونه عثماني الملول. وليس لدينا ما يؤيد أن هناك رجلان يحملان هذا، بل هناك ما يؤيد أنه
كان له اتجاه مع الباطنية، وذلك لأنه كان في البصرة ولد ومات فيها. والبصرة وإن كانت في الفترة الأولى عثمانية، لا سيما بعد مقتل الخليفة عثمان وذلك إثر خلاف الله في معركة الجمل التي جرت في البصرة أو قريبا من البصرة، فإن طلحة والزبير ومعهما عائشة رضي الله عنها خرجوا من البصرة أو كانوا في البصرة، فصارت البصرة عثمانية، ولذلك لا يوجد فيها في تلك الفترة من أتباع أهل النهروان أو معاوية من أتباع أهل النهروان أو أتباع علي إلا القليل. كانت عثمانية في البداية، وأما أصحاب علي فكانوا من الكوفة. ولعلنا إذا عدنا إلى الأحداث السابقة نرى أنهم طلقت من البصرة متجهة صوب النهروان جماعة يقودها مسعر بن سبكين، يتفقون مع أهل النهروان في إنكار التحكيم، ولعل هذا كان من بدايات وجود الفكر الإباضي المتمثل في تلك الفترة في فكر المحكمة في البصرة. على كل البصرة بعد ذلك خرج لمن سموا بالمحكمة أو الحروري أو الخوارج فيما بعد، بالإضافة إلى القاضية، وأصبحت البصرة مركزا للنشاط الإباضي. بل إن من وجد فيها ممن لم يكن مع الإباضية كانوا يشتركون معهم في أمر الخروج وعدم الاستكانة لكيان بني أمية، على الأقل من حيث المبدأ، إن لم تكن هناك مخالفة. فكان صحابة العباس من أهل البصرة، وقد بقي إلى فترة معاوية، طبعا بقي إلى فترة معاوية، وإن لم يكن هناك من الدلائل ما يشير إلى وفاته في سنة معينة، لكن له بعض الأحداث المذكورة مع معاوية بن أبي سفيان. وكانت البصرة في فترة معاوية تشتمل على كانت البصرة في فترة معاوية أقرب إلى فكر المحكمة، لا سيما بعد أن كثرت المعارضات هناك. هذا ما يتعلق بصحاب ابن العباس، وعبارات أصحابنا تفيد أنه منه، بل قيل إنه من شيوخ أبي عبيدة مسلم ابن أبي كريم، وقالوا كان يضعف أمر القدر أي يعارض القدرية كواصل بن عطاء وأصحابه، ومن عباراتهم المأثورة في ذلك يقول كلموهم في العلم، يعني كلموا أصحاب القدر، كلموهم في العلم فإن أقروا به نقضوا وإن أنكروا كفروا. هذه إحدى الشخصيات. الشخصية الثانية شخصية أبي قطار، واسمه الأسود ابن قيس، وتعرفون حادثته عندما كان هو والإمام جابر بن زيد يذهبان في كل سنة إلى الحج، وكان يلتقيان بابن عباس هناك. وفي سنة من السنوات أخذ والي البصرة أبا قطار هذا، فذهب الإمام أخذه وحبس، فذهب الإمام جابر بنفسه إلى الحج، فالتقل ابن عباس فسأله أين صاحبه، فأخبره أنه احتجي. قال أو متهم العبارة ما هي هذا معناها؟ قال نعم. ثم سأل ابن عباس الإمام جابر أو ما أنت متهم؟ قال نعم. قال بلى. هذه الحادثة المذكورة عن أبي فقاه الأسود ابن قيس، من البارزين في تلك الفترة أبو سفيان قنبر،
وهو غير أبي سفيان محمود بن الرحيل، الأخير متأخر جدا، والأخير أبو سفيان محمود من تلاميذ الإمام الربيع. أما أبو سفيان أمر هذا فهو مصاحب للإمام جابر. من الشخصيات أيضا المشهورة في تلك الفترة خبيرة جد أبي سفيان محبوب بن رحيل، هكذا تجدون في كتب أصحابنا، وهو ليس جده المباشر بل هو جده الثاني، هو جد أبي أو أبو جده محبوب بن رحيل بن العنبر بن القنطر، هكذا محبوب بن رحيل بن العنبر بن خبيرة، وهو الذي تذكر رواية أبي سفيان أنه نفي مع الإمام جابر إلى عمان، نفاه الحجاج، نفاه الحجاج هو والإمام جابر، نفى الحجاج هبير والإمام جابر إلى عمان، هكذا تقول رواية أبي سفيان، وإن كان في كونه في كون الإمام جابر منفيا إلى عمان نظر، ولم أتحدث عن هذه القضية فيما سبق. من الشخصيات المشهورة في تلك الفترة في طبقة الإمام جابر أو على الأقل في من هم أو على الأقل من هم أقران وربما أخذوا شيئا على يديه، جعفر ابن السماك العبسي، وهو مشهور جدا، وجعفر هذا قيل عنه انه كان شيخ معلم ابي عبيده، بل قيل ان ابا عبيده اخذ منه اكثر مما اخذ عن الامام جابر، وكان جعفر رضي الله عنه من الوفد الاباضي الذي اقبل الى عمر بن عبد العزيز مع جماعه سنأتي إلى ذكر بعض. وشخصية جعفر بن السماك شخصية بارزة في التاريخ الإباضي، وكان مشهورا بالفقه، ومن الذين كان يعتمد عليه في تسيير الحرب الإباضية في تلك الفترة، وقد عاش إلى ما بعد فترة أبي عبيدة إلى ما بعد فترة الإمام جابر رحمه الله. من الشخصيات الباردة رجل اسمه الوليد، فهو جد حمزة بن عنبسة، وله قصة مع عمران بن حصان ومع نافع بن الأزرق ذكرها كل من الدرجيني والبدر الشماعي. من الشخصيات المأثورة المذكورة أيضا تبرح أو يبرح ويكنى أبا روح، وعنده أخ له اسمه مازن وهما ابنا كنان من بني راشد. أما مازن أما يبرح ولا أعرف حقيقة يعني لفظ الكلمة لم ينقل إلينا، لكن قالوا على هيئة المضارع فلعلها يبرح أو يبرح، وقيل أيضا إن هذه التاء بالياء. أما يبرح هذا أو يبرح فكان عابدا، كان مشهورا بكثرة العبادة إلى درجة أنه اتخذ سربا له في الأرض يعبد الله تعالى فيه، فلما حضرت الوفاة قام على رأسه أخوه مازن يسأله أين تراها تعمل، يعني روحه، قال إلى الذي كانت تعبده، إما إلى جنة أو إلى نار. وأما مازن فكان خطيبا مشهورا اشتهر بالخطابة وبالفصاحة، مازن أخوه، و لما حضرته الوفاة جاءته بناته وأخذن يبكين عليه، فنهاهن عن البكاء
عليه. وله قصة قصيرة ذكرت في كتب أصحابنا. من المشهورين عمارة بن حيان، وكان في حجر أبو أبي عب في حجر الإمام جابر، وقد توفي كان هو يعد لعله يعد من طبقة أبي عبيدة. وله ذكر أيضا في كتب المحدثين، ذكره الإمام أحمد بن حنبل في كتاب العلل ومعرفة الرجال. من المذكورين في تلك الفترة الخيار بن سالم، الطائي، وهو أحد العباد المعروفين، وكان رجلا صالحا، وكان يقول لأبي عبيدة: إذا جاوزت نهر البصرة فأنا أفقه منك، ولو كنت شريفا لما قصدك أحد، أنت تشدد على الناس. فكان أبو عبيدة رحمه الله يضحك من قوله هذا. ولما حضرته الوفاة قيل له: أوصي. قال: بما أوصي؟ ليس علي مال ولا لأحد ولا على أحد لي درهم. فكانوا يقولون: يا لها موتة كموتة خيار، أي موتة سليمة من الدنيا وما فيها. هؤلاء بعض الرجال المشهورين في تلك الفترة. وهناك شخصيات نسائية ذكرت في كتب أصحابنا. من أهمها كما تعلمون البلجاء رضي الله تعالى عنها، وكانت امرأة عابدة صالحة مجتهدة، ذكرتها كتب غير الإباضية أوسع مما ذكرتها كتب الإباضية. ولعل الأحداث المنسوبة إليها التي ذكرتها كتب الإباضية أخذت من نحو الطبري وأنساب الأشراف للبلاذري وغيرهما. قصتها رضي الله عنها أنها كانت تحرض الناس على الخروج على والي البصرة في وقتها، لعله كان عبيد الله ابن زياد ابن أبي، فكانت تحرض أصحابها على الخروج عليها. أما الإمام جابر رحمه الله، أما أبو بلال رحمه الله، فقد كان يدعوها إلى التقية، يقول لها: إن لك في التقية التعب. وقد ذكر في هذا الفاتح يقصد عبيد الله، فكان يعني يحثها على التكتب، فلم تغب ذلك رضي الله عنه، خيفة من أن يبحث عبيد الله أو ابنه زياد عليها فيؤذي من يحميها. وأخيرا قبضها الوالي وقطع رجليها ويديها وعراها وألقاها في السوق رضي الله تعالى عنها. فلما رأى أبو بلال ذلك المشهد عض على لحيته، وكان على إثر هذا الموقف خروج أبي بلال من البصرة إلى المصير الذي تعرفونه من الأحداث التي حدثت فيما بعد في معركة آسف وما بعد ذلك من الأحداث. كان هذا هو السبب الرئيسي لخروج أبي بلال من البصرة. لما رأى هذا المنظر لم يستطع أن يصبر، فرحل رضي الله تعالى عنه. قتلت البلجاء لهذا المنظر الشنيع، وكان لهذا الحادث أثر على نساء أهل الدعوة أو نساء المحكمة في تلك الفترة، فكنا يقول: لولا الداعية لخرجنا. من المذكورات المشهورات في تلك الفترة ابنة عروة ابن أبيه. لما صلب أبوها عروة، تعلمون أنه قطع يداه ورجلاه وصلب، وجدت تبكي عنده عند جثته، فاستدعيت فسألها الوالي زياد
سألها يعني عن ديننا أو شيء بهذا المعنى، قالت أنا على دين أبي، فما كان عنده إلا أن ألحقها بأبيها رضي الله تعالى عنها. من النساء اللواتي خرطن في سلك الدعوة الإباضية في فترة عاتكة بنت المهلب ابن أبي صفرة، وهند بنت المهلب ابن أبي صفرة، وقد كانت لها لهاتين يعني أحداث تعلمونها في سيما مع الإمام جابر، كانت له قصة أو أحداث معها هند، تقول كما ذكرت في آخر محاضرة كان الإمام جابر أشد انقطاعا إلي وإلى أمي كما ترك شيئا يقربني من الله إلا أمرني به، ولا شيئا يبعدني من الله إلا نهاني عنه كما تعلم القصة. وأيضا عاتية كانت ممن ترسل لحم الجزور في رمضان إلى الإمام جابر وأصحابه. هذه دعوة الشخصيات المذكورة في فترة الإمام جابر بن زيد وما بعدها بقليل. بعد وفاة الإمام جابر خلف عددا كبيرا من التلاميذ، من أشهرهم أبو عبيدة مسلم ابن أبي كريم الثلاثي، وأبو نوح صالح الدهان، ورمان بن السائب الندبي العماني، وأبو ممدود حاجب الطائي، وسالم بن ذكوان، وسالم الهلالي. وهناك شخصيات أخرى تطرقنا إلى بعضها في الدرس السابق عند الحديث على الرسائل التي كان يوجهها الإمام جابر إلى تلاميذه. قد ذكرنا أن جملة الذين وردت أسماؤهم 14 رجلا وامرأة، ولا شك أن هناك تلاميذ آخرين غير هؤلاء منهم من الذين نحن نذكرهم كتب أو لعله من أصحاب عمرو بن دينار أخذ عن جابر، وأيضا كان رفيقا للإمام جابر، وقد ذكر بعض كتاب المقالات ولعله الشهر الثاني أن الخوارج على حد قوله تذكر عمرو بن دينار أيضا من سلفه. على كل هؤلاء هم مشهورون، أبو عبيدة وأبو نوح وغمام وأبو موجود. وقبل الحديث عن أبي عبيدة وأود أن أفصل في شخصية ذكرتها كتب أصحابنا، وهي شخصية سالم بن ذكوان أو سالم الهلالي. في هذا الأمر أمور كبيرة، وهي مسألة شائكة إلى الآن عندي. تذكر كتب أصحابنا سالم بن ذكوان وسالم الهلالي وسالم بن عطية الهلالي، وتقول إن سالم بن ذكوان كان ممن يكاتبه جابر بن زيد، وفعلا وجدت رسالة لسالم للإمام جابر موجهة إلى سالم بن ذكوان. من ضمن الرسائل التي بقيت عن الإمام جابر، وذكره البدر الشماخي في طبقة لاحقة على طبقة أبي عبيدة، ثم قال وحقه أن يذكر في طبقة أبي عبيدة.
ثم نجد أن هناك سالم سالما عن جلاله، ويذكر أنه كان من وفد قاضية على عمر بن عبد العزيز، ودائما يقرن ذكره بالحباب بن كاس أو كليب، سلوك الحباب بن كليب، وكان جميعا من الوفد. الذي في البدر الشماحي أنه سالم الهلالي مقرونا بالحباب الكليب، والذي في طبقات الدرجين أنه سالم ابن عطية الهلالي، وبعض المحدثين الكتاب يجعلونهما شخصا واحدا. وقد كنت أظن ذلك في السابق، ووجدت أيضا عبارات بعض أساتذتنا توحي بذلك أو تصرح بذلك أن سالم بن ذكوان هو سالم الهلالي، وعليه يقولون سالم بن ذكوان الهلالي. ولكن ما ورد في طبقات الدرجين لا يؤيد هذه النتيجة، فإنهم ذكروا سالم ابن عطية الهلالي، وجعلوه في طبقة سالم بن ذكوان، إذ كان من الوفد على عمر بن عبد العزيز، فهو إذن في فترة سالم بن ذكوان. والغريب أننا نجد سالما الهلالي له ذكر في حوادث سنة 58 أو 59 أو في تلك الفترة، وذلك عند مقتل البلجاء رضي الله عنه. ونجد أيضا أن سالما الهلالي له كتاب في التاريخ ذكره البراج في جواهر المنطقة، لكن المفاصلة أن سالما الهلالي الذي عاش الذي شهد مقتل البلجاء ألف كتابا يرد به على أحد المخالفين، في هذا من البحث ما لا يخفى كما ترون، فإن الفترة التي عاشها الإمام جابر وأبو عبيدة لم تكن فيها مؤلفات الرد، وقد وردت عبارته صريحة في الجواهر المنتقاة البراني، يقول قال صاحب الكتاب المخالف ثم يرد عليه، هذه العبارة الثالثة. هكذا ذكره البراد سالم الهلالي وفي كتاب سالم الهلالي، لكنه ذكر في رسالتين أنه سالم ابن عطية الهلالي. وفي بعض الطبعات سالم ابن الفطيح الهلالي، ولكن بين الفطيح وعطية أمر سهل، فلعلها في التصحيح، ولكن الأغرب من ذلك أن أبا قحطان خالد بن قحطان الهجاري في سيرته التي نقل عنها الشيخ صاحب إسحاق الأعيان يقول سالم بن ذكوان الهجاري. فكم شخصية إذن معنا؟ هل هي واحدة أو اثنتان أو ثلاثة أو أربعة؟ هل سالم بن ذكوان غير سالم بن عطية الهلالي؟ وهل هناك سالم بن ذكوان الهلالي؟ وهل سالم بن ذكوان الهلالي غير سالم بن ذكوان؟ ذلك أن أبا قحطان عندما ذكر سالم بن ذكوان الهلالي
ذكر له موقفا يفيد أنه متأخر الوفاة إلى زمن وفاة أبي عبيدة أو بعدها بقليل. ولنبدأ القضية من أساسها. في كتاب المحن لأبي العرب التميمي محمد بن أحمد بن تميم التميمي المتوفى سنة 33 و300، عندما ذكر قتل المرأة البلجاء وصبرها، ذكر عجبا في صبر البلجاء، ثم قال: وحدثني عبد الله بن الوليد عن خالد بن فراش بن عجلان قال: حدثنا سالم بن عمير قال: صلى سالم الهلالي على جنازة ثم جلس في ظل قصر أو قبر، فقال لأصحابه: ألا كل ميتة على الفراش فهي ظنين أو ظنين. ثم قال: هل تدرون ما حال أختكم البلجاء؟ قال: وما كان من حالها؟ قال: قطع ابن زياد يديها ورجليها وسمل عينيها. فما قالت حس، حس يعني صوت التألم. فقيل لها ذلك فقالت: شغلني هول المطلع عن ألم حبيبكم هذا. توحي هذه العبارة لأحد أمرين: أن يكون سالم الهلال هذا حضر مقتل البلجاء، وعبارته عندما يقول: هل تدرون ما حال أختكم البلجاء؟ قال: وما كان من حالها، تفيد بنسبة كبيرة أنه شهد تلك الحادثة، وإن كان هناك احتمال آخر أن يكون نقل هذه القصة وهي متقدمة معنا، لكن كونه من الوزن على عمر بن عبد العزيز يؤيد أن سالما الهلالي هذا ليس من البعد أن يكون حضرا مقتل البلجاء. ولعل ما يؤيد هذا ما سيأتي ذكره من أن الإمام أبا عبيدة رضي الله عنه ولد في فترة قريبة من ذلك، مما لا يؤثر في تقدم ميلاد سالم الهلالي في فترة إلى فترة قريبة من ميلاد الإمام أبي عبيدة، وإن كانت تأخرت وفاة أبي عبيدة. والذي يبدو أن سالم بن ذكوان غير سالم الهلالي، وأن سالم بن عطية الهلالي غير سالم الهلالي، وذلك إذا صح ما يأتي أن يكون سالم الهلالي حضر مقتل البلجاء، وكان من الوفي على عمر بن عبد العزيز، فحينئذ من البعد بمكان أن يتأخر سالم الهلالي إلى فترة تكون فيه مؤلفات الردود، فإن كتابه كما هو واضح رد على كتاب المخالف ينقل منه البراج في جواهر المصطفى، ولم أحضر عليه. فيكون سالم الهلالي الذي حضر مقتل البلجاء هو الذي كان من الوفد على عمر بن عبد العزيز، وأما سالم ابن عطية الهلالي فهو شخص آخر متأخر عنه. فإذا إلى الآن هناك شخصيات، وأن سالم بن ذكوان شخصية ثالثة، يدل على ذلك أنه يذكر باسمه واسم أبيه في الأكثر، ذكره بذلك البدر الشماعي فاصلا بينه وبين سالم الهلالي. وأما عبد أبي
الأكوان سالما من الأكوان هلاليا فيبدو أنه واحد، يبدو أنه واحد. اللهم إلا إن كان سالم الأكوان أيضا هلالي. على كل الخلاصة من هذه من هذا الكلام أن هناك ثلاثة شخصيات. سالم الأكوان هو الذي كان يراسله جابر بن زيد ورسالته موجودة وله سيرة موجودة أيضا من ضمن مجموعة السيرة التي حفظها لبعض الناس، وليست في كل المخطوطات، لا توجد في كل المخطوطات السياحة، وجدتها في مخطوطة محفوظة في مكتبة الشيخ ناصر بن راشد الخروصي رحمه الله للعوارض، وليست موجودة في كل نسخ مخطوطات السياحة. هذا الذي قال عنه البدر الشماخي وحقه أن يذكر في طبقة أبي عبيدة. سالم الهلالي هو الذي حضر مقتل البلجاء على أحد الاحتمالين، وهو الذي كان من الوسط إلى عمر بن عبد العزيز، ولا يبعد أن يكون هلاليا، فقد ذكره الدرجيني بذلك، سماه ذلك بن عطية الهلالي. اللهم إلا أن يكون خلط بين سالم الهلالي وبين سالم بن عطية الشخصية الثالثة، وهو مؤلف الكتاب الذي ذكره نقل منه البراج في الجواهر وذكره في رسالته. هذا هو ما يتبين لي والله تعالى أعلم. ننتقل فيما تبقى من الوقت إلى شخصية الإمام أبي عبيدة رحمه الله، ولن أبدأ بداية حقيقية معه، لكني قبل أن نتحدث عنه أود أن أذكر لكم ما وقعت عليه مؤخرا، وذلك في آخر دورة من دورات مجمع الفقه الإسلامي للبحرين، فقد كنت في رفقة مع سماحة الشيخ الخليلي حفظه الله. ومن ضمن المواضيع المطروحة، من ضمن محاور الدورة الأخيرة، سبل الاستفادة من الفتاوى والنوازل، وكان ممن قدم بحثا في ذلك الدكتور وهد الزبحي، وكان ممن حضر المؤتمر حفيد الإمام القطب رحمه الله، سبطه ابن بنته. هذا الرجل كان يعيش في وادي ميزان، ثم انتقل إلى المملكة المغربية فصار مالكيا، بل لعله في فترة من الفترات تنفر من كل الملاحظ، واسمه الحاج محمد الناصر. كتب ردا على بحث الدكتور هدى الزحيري ونشره على اعضاء المجمع. موضع الشاهد من هذا الكلام انه ضمن رده استدل بحديث من مسند الامام الربيع من روايه ابي عبيد، من روايه الربيع عن ابي عبيد عن جابر، حديث من حاز ارضا ثم عمرها 10 سنين فلي يعرفونها. وقد صحح الحديث رادا به على محقق كتاب معين نسيته الان لعله للقراءه ولكن غير الفروق، فإن محقق هذا الكتاب ضعف هذا الحديث لأنه من رواية الربيع عن أبي عبيدة. الحاج محمد الناصر هذا يصحح الحديث لسبب، وهو أن الإمام أحمد بن حنبل ذكر أبا عبيدة وذكر الربيع بالثناء، قال عن الربيع لا بأس به،
وكذلك قال وكذلك نقل عن يحيى بن معين أنه قال عن أبي عبيد لا بأس به. فإذا هذا حديث صحيح، ولكن هنا زعم أن اسم أبي عبيدة كوري، وأما مسلم بن أبي كريمة فاسم وهمي مستندا في ذلك إلى ما ذكر إذا ما ذكر في كتاب العلم لأحمد بن حنبل عندما سئلوا عن أبي عبيدة قال يقال نعم اسمه عبد الله بن القاسم يقال له كورين، ولكن العبارة الصريحة بأن أبا عبيدة هذا هو مسلم أبي كريمة، وإن كان عندنا اثنان ممن يكنى بأبي عبيدة في المشيخ، أبو عبيدة الكبير وهو الشهير الإمام الثاني تلميذ الإمام جابر، وأبو عبيدة الصغير اسمه عبد الله بن القاسم وهو الذي كان يتاجر إلى الصين، ويقال إنه من أوائل من أدخل الإسلام هناك. هكذا عندنا أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة وأبو عبيدة عبد الله بن القاسم. الإمام أحمد سمى أبا عبيدة مسلم بن أبي كريمة سماه عبد الله بن القاسم ولقبه بكوري، وهو اسم عجمي كما يفترض. الحاج محمد الناصر يقول إن كل من مسلم بن أبي كريمة وعبد الله بن القاسم اسمان وهميان اقتضتهما طبيعة الحركة الإدارية، وإلا فإن اسمه الحقيقي كوريني، وأما هذان الاسمان فاسمان وهميان. وهذا كما ترون كلام لا أساس له من الصحة، فإن أهل المذهب أعلم بعلمائه وأدرى بأشياخهم وبأئمتهم. هناك شخصيتان، عبد الله بن القاسم وهو أبو عبيدة الصغير، ومسلم بن أبي كريم وهو أبو عبيدة، لكن التبس على الإمام أحمد الشخصان فسمى أبا عبيدة مسلما بن أبي كريم سماه بعبد الله بن القاسم، لكن نقله صريح بأن أبا عبيدة هذا هو مسلم ابن أبي كريم، وهذا مصدر. سأل الإمام أحمد يحيى بن معين فقال شيخ حدث عنه معتمر يقال له أبو عبيدة عن ضمام عن جابر بن زيد. أبو عبيدة روى عن ضمام وهو من أقرانه، أبو عبيدة مسلم بن كريم روى عن ضمام وهو من أقرانه. شيخ حدث عنه معتمر يقال له أبو عبيدة عن ضمام عن جابر بن زيد كره أن يأكل متكئا، من أبو عبيدة هذا؟ قال أي يحيى بن معين رجل روى عنه معتمر ليس به بأس. قلت أي أحمد بن حنبل من حدث عنه غير معتمر؟ قال أي ابن معين البصريون يحدثون عنه. البصريون يحدثون عنه، هذه العبارة أيضا ما يؤيد أن أبا عبيدة هو مسلم، لأن أبا عبيدة مسلما بصري، وأبا عبيدة عبد الله ابن القاسم كان في مكة. وسأل أحمد بن حنبل عن عمارة ابن حيان، وعمار بن حيان تقدم أنه من أصحاب العلم. قال يحيى بن معين رجل من رواه عنه أبو عبيدة هذا، وأبو عبيدة الكبير أدرك عمار بن حيان، أما أبو عبيدة الصغير فمتأخر عن أبي عبيدة مسلم، متأخرا عن عمار بن حيان، فيبعد جدا أنه سمع عنه. رجل روى عنه أبو عبيدة هذا من أصحاب جابر بن زيد، وقد حدث أبو عبيدة عن صالح بن حمد. هذا نص كلام العلم للإمام أحمد بن حنبل، وهناك أيضا نص آخر، وهذا الكلام أيضا نقله الدولالي في كتاب الكنى والحسنى. أما اسم كوري فلعله اسم أحد أجداده،
أحد أجداد أبي عبيدة، أو هو اسم له أعجمي، أو هو لقب له تعلم، لأن أبا عبيدة كان أعجميا يقال أن أصله من أكراد، ولذلك لا طائل من كثرة الحديث عن شخصية أبي عبيدة وأن اسمه كورين أو مسلم لأبي كريم. فقد ذكر مسلما هذا، يعني تسمية أبي عبيدة لمسلم أبي كريم ليس فقط عند أبي فاضل، ذكر ذلك الجاحظ، وذكر ذلك أيضا صاحب كتاب النجاة كما سيأتي بعد قليل. إذن هناك شخصان، أبو عبيدة الكبير وهو الإمام الثاني، خليفة الإمام جابر، واسمه مسلم ابن أبي كريمة التميمي. والشخص الثاني أبو عبيدة القاسم عبد الله ابن القاسم، هو المكنى بأبي عبيدة الصغير. وسنأتي على تفصيل القول فيهما فيما بعد إن شاء الله تعالى. مما وقفت عليه أخيرا أيضا شريط سمعته قبل أسبوعين تقريبا، أو شريط سخيف، والمتحدث فيه أثقف منه، وقد حاول المتكلم فيه أن يهرب حيث لم يرضي اسمه ولا المكان الذي يتحدث فيه ولا من أو من أين هو. وأنا لا أشك في أن إخفاء اسمه إنما هو هروب من أن يناله شيء من حقه في من التأديب. تحدث فيه كثيرا عن مسند الإمام الربيع وعن أبي عبيدة، وقال إن الإمام الربيع وإن أبا عبيدة وإن المسند كل هذه لا وجود لها في الحقيقة. قال إن أبا عبيدة والربيع لم تلدهما أرحام النساء، وأما مسند والإمام الربيع فهو من تلفيق الإباضية فيما لا يقل عن 200 سنة من الآن. وهذا فيه من السخف ما نتسلى به الليلة، لكن هناك أغمار ينخدعون مثل هذه التفاهات، لا سيما من لم يقرأ، وأيضا ممن يصدق كل ما يسمع، وممن يحب مثل هذه الإشاعات أو يتطلع إلى مثل هذه التفاهات أو يدعو إلى مثل هذه السماجات. على كل قد رأيتم وسمعتم أن أبا عبيدة هذا مذكور في كتب غير الفاضل، مذكور في كتاب الإمام أحمد العلج بصراحة، ومذكور في كتاب البيان والسبيل للجاحد، مذكور بنص باسمه، ومذكور في كتاب النجاح الجاحظ المعتزلي، والإمام أحمد من علماء المذاهب الأربعة، وذكره ابن معين، هذا الاثنان ثلاثة صار معنا، الرابع زيدي وهو الإمام أحمد الناصر بدين الله المتوفى 115 BC. يقول ما نقصد في آخر كتابه كتاب النجاة، وهو رد على كتاب عبد الله بن يزيد الفزاري البغدادي. عبد الله بن يزيد الفزاري له كتاب ذكره ابن نديم وغيره بعنوان الرد على القدرية، في بعض النسخ الرد على المعتزلة. بحثت عن هذا الكتاب ولم أجده، سأتي تفصيل عنه إن شاء الله تعالى لاحقا. المهم الناصر بدين الله هذا أحمد بن يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، توفي 115 BC.
يقول في آخر صفحة من كتابه ما نقصه. عندما استدل على أن أهل الذكر هم يعني طبعا هو زيدي والزيدية كما تعلمون في آل البيت قضيتهم معروفة، استدل على أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الذكر المذكورون في قوله تعالى فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال والذكر فهو محمد صلى الله عليه وعلى آله، ودليل ذلك قول الله عز وجل قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، فصار الذكر هو الرسول، وهذا ما لم يدفع، فصار أهل البيت عليهم السلام المأمور الخلق بسؤالهم، فصار أهل البيت عليهم السلام المأمور الخلق بسؤالهم، ولم يكلفوا أن يسألوا عبد الله بن يزيد البغدادي ولا عبد الرحمن بن خليل ولا عبد الكريم بن عتب ولا عبد الكريم بن نعيم ولا مسلم بن أبي كريمة ولا عبد الصمد ولا المعلم ولا نجدة بن نعام ولا أبا مؤرج السدوسي. هذا زوجي وقد ذكر عبد الله، وقد ذكر اثنين من علماء الإباضية، والثالث هو طبعا هو يرد على عبد الله بن يزيد، وذكر أبا عبيدة مسلما، وذكر أيضا أبا المعرج. فكلام سخيف أن يقال إن أبا عبيدة رجل لم تلده أرحام النساء، وقد كنت أحرص على أن أصل إلى عنوان صاحب الشريط لأقول له لو سمحت اكتبني في كتب التراجم عندك، لأني بعد قرن إن لم أثبت في كتبهم سأكون شخصية وهمية لم تلدني أرحام النساء، وكذلك كل شخصية إباضية. هو يقول بما أن هذا الرجل غير مذكور في كتب أهل السنة كما يزعم فهو غير موجود في الحقيقة، وأنكر يعني أبا يعقوب أيضا والجيلاني قال هو شخصية وهمية، يعني لا توجد شخصية متقدمة إلا وأنكرها، أنكر الربيع وأنكر أبا عبيد وأنكر أبا يعقوب. فنحن نترجى هذا الرجل أرجو أن يبلغه صوتي أن يكتبنا في كتب التراجم عنده، حتى إذا جاء وقت متأخر وذكر فلان من الإباضية في هذا العصر يقال نعم هو شخصية حقيقية لأنه موجود في كتب التراجم التي ألفها صاحب هذا الشريط، وإلا وإن وجد اسم أحدنا في كتب التراجم الإباضية فليس ذلك قاطعا وجازما بوجوده. هذا وقت في اليوم على القدر، وصلى الله على سيدنا محمد، وننتقل الآن إلى الأسئلة إن كان لديكم شيء. نعجل السؤالين من الأسبوع المقبل لتحقق من بعض الأمور الواردة في بعض الأسئلة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.